بيم بام بارارام تان تين تان 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 لا 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 والله العظيم إذا ياني ولد أسميه علي، أقسم بآيات الله وخلي الناس يسيبون الفيديو، إذا ياني ولد أسميه علي أقسمت. أنت الحين أول ما زوجت قلت له بابا بس يصير عندي ولد أسميه حسين. حلو. ومشت السالفة إنه حسين. حلو. للعالم كذا صحني علي أبو حسين. حلو. ليش ما صار الولد وجيت انت تعلاوي سمي علي واللي تريده يجرى لك. ايه ما واحد هيك كنت على زبي فهد عزني الو الاقل انا اسمي الو. المهم سميته فهد. حلو. لكن اليوم قال لي علاوي قلت له بابا لازم حضورك نروح نطلع بطاقه مدنيه. انت قاعد تقول حق لابوي صبر الحين ياك الولد وشريك حق ابوك شو اسم الولد حسين أضر غبي أضر يا الولد قلت له يبان اسمع حسين سميته كم شهر مش عليه الفيلم إنه ولدك اسمع حسين شهرين كمل قال أبو حسين قلت له هلا يبا قال حسين إذا كبر قلت له قال عندي سيارة سجلها باسمه حلو حلو قال فوق هذا شنو يريد يا مرمر زين سان اختنقت لا اقدر اضحك لا اقدر ابكي اختنقت زين هذا قال اسم ابن فهد ايش حد من البيت المهم مشي السالفه شهر شهرين هو كل حسوني حبيبي بعطول المهم من هالسوالف مشينا الحين هو كل يوم يدلع حسوني ويبوسه شنو يبوسه؟ ايه كفيلك الله الاجباس ويشمشم بي واذا شافه يظل يصرخ حسوني وحسوني حلو ليش ما ذاك اليوم قلت له بابا مش وياي قال شنو قلت له يردون توقيعك بالعراق على مو بطاقه المدنيه وبطاقه السكن ايه فمن رحنا الحكي راح يضحك وهاي اليوم اسجل وليدي اليوم اسجل وليدي ليش ما راح بطاقه المدنيه ولا قال له فهد علي حسين لازم ابوك يوقع لازم بطاقه السكن لازم يوقع زين بعدين مشيت انه اجيب ها وجبته من الدوام وشنو فرحان طاير من فرحه قال لي اليوم راح اطلع شو اسمه جنسيه لوليدي حسوني حبيبي من هالحكي قلت خوش قلت انا زين سالم اختنقت وجايب سيارتي ودنيا حار زين هذا شمالنا بالشارع وين طوجي لا يمي فهد بقول لي والله ما عاد المهم قلت له هايبه قال اليوم راح اطلع الحسوني وهو وبس قلت له هاي صاحوا فهد علي حسين أسان الحكي ما أقدر أسوي شيء ساكت فهد علي حسين يا رب شلون أخي شي حطوه بأمر الواقع قال خوي صار لي ساعة صي عليك قلت له ها قال مو ابنك فهد قلت له ها الحكي وضل صافل قال شني قلت له إيش من ولدي فهد تجي تسوي تجي شلون أجيبك ولدك اسمه فهد ايه ابي ردة فعله ردة فعله طول الطريق من المكان للبيت والله العظيم ما بالقوي احكي وياي ومختنق وقلت لك راح اتاجر التاكسي ورجعت وفوق هذا كله شنو والله ويمين الله صار عمره سنه ما قال له فهد لو حسين لو عبودي ما يقول له فهد انا جزي على عمان والله العظيم إيه؟ والقران هسه دق عليه كامل واصيح له إيه؟ اصيح له فهد للصبح ما يباوع اصيح له حسين ما يباوع اصيح له ادي يباوع لي ليش بس هاي الحافظه الوحيده حسين ابوي من اروح البيت يصيح له حسين حلو ومن اروح البيت انا امي وانا اصيح له فهودي وضاع الولد سامع بيع الخبل عباته هذا باحه وتاه يا انت يا انا وانت انت السبب انا ضيعتك انا علي اعطيتك شروط وانت من نطيت هذين ضيعت لك والتالي انت دهورتنا الدهور علاوي بس انا قلت لك يعني عادل باغر لما ياني محمد قال لي سمى عادل ولك الطلبات اللي تبيها انا ما رضيت ليش ما ابي مو انت ما تريد انا ردت انا فهمك الحين انت يوم قلت لي ياني ولد ايه قلت لك علاوي اذا ياك ولد لك هالمبلغ حلو
ولك هالمدرسة وأنا رايحين عند وعدي والله ولدك ما راح يدرس إلا أول سنتين مني أنا. نعم الله عليك. قول حلو. حلو. أعطيتك شروط. حلو. أنت وافقت. عدول أعطاني شروط ما وافقت. قلت لا أبيها على اسم خالي. مو أنت عندك. الله يرزقك بجاه الحبيب محمد. زين أنا ويجيني واحد والولد تو بس العملية ذاك الحساب. إي. هذا من يقول لي 4000 غير أسجلك أمبيانا مدى العمر. شفت أنت. والله من ربع قبل فترة قال له ولد. حلو. قلت له إذا سميته فهد المستشفى والاستقبال وولاده كلها على حسابي. حلو. قال لي تم. دفعت له. حلو. بعد أسبوعين كان يقول لي بغير اسمه. وأعطيك نفس الفلوس. موافق قلت له تم. والله ورد لي فلوسي. رد لي إياهم خلاص صاروا عندي. حلو. كيف أغير الاسم؟ يعني أنت مر هاي السوالف كلها اريد مربطها وزبدتها شنو يعني انا اقول لك عشان لا تزعل ابوك رد فلوسي ورد اللي اعطيتك اياهم وسمع حسين رساله رساله لابو علي ابو علي شدوا 20 هواي وتكسر الظهر يا بعد روح ابوي اسمك بقلبي لا تكسر ظهري خلي اسم فهد احسن